مسرح بسيط تقف عليه طفولة بريئة تحاول إعادة تمثيل ما رأته من مشاهد العنف قبل لجوئها إلى لبنان، وتحديدا إلى مخيم شاتيلة للاجئين الفلسطينيين في بيروت. شفتوا شو صار في سوريا؟ ينتهي العرض المسرحي القصير لينتقل الأطفال السوريون اللاجئون إلى نشاط آخر في هذا المركز الصغير الذي تديره جمعية نجدة ناو، التي أخذت على عاتقها دمج 200 طفل سوري في برنامجها المتخصص بالدعم النفسي، كانوا شاهدين على القصف والدمار وحتى عمليات القتل التي طاولت أقربائهم، كما حال الطفل عبده. كانوا أولاد عمي مع الجيش عساكر، واحد مسرح واحد بعده عسكري، اجى واحد انشق منه، اجوا قوسوه قدام بيتنا، واحد اجى راح على الهوم ديجي على لبنان، سافر اجى رجعوا من على الحدود، قال له له اسم، هو وجاي صار هنيك بالحراك، اجوا عذبوه اجى مات، اجوا الصبح فينا لقيناهم زاتين قدام البيت. ومن خلال طبيب نفسي تشخص حالات الاطفال لتبدا عمليه العلاج. هلا بنستخدم احنا احيانا طرق مثلا الرسم، المسرح، التمثيل، السرد، الحكاية، يعني بمعنى أي تقنية بتساعدنا على فهم الطفل وإعادة معايشة الخبرة، لأنه نحن ما بدنا الطفل ينسى، بدنا الحقيقة يرجع يستوعب هاي الخبرة ويرجع يقدر يعني وكأنه يهضمها. أما مواد الرياضيات واللغتان العربية والإنجليزية والمعلوماتية فتدرس هنا مرتين في الأسبوع في محاولة من الجمعية لتأهيل الطفل تعليمياً ليكون حاضراً للعودة إلى المدرسة. هلا هي واحدة من المشاكل اللي احنا هلا عم نعاني منها، هي انه نلاقي تمويل لنكفي. يعني اذا نحن ما لقينا تمويل فنحن مهددين انه نسكر، نوقف الشغل. هلا هذا يعني انه في عندك 200 طفل حيرجعوا هن للشارع. الاطفال اللي عمرهم 5 سنين للسبع سنين هن عم بيكونوا موجودين بالدوام الاول اللي هو من 8:30 لل 11. عندنا من ال 11 للتنتين الدوام الثاني اللي هو بينتقل بهالحاله من 8 سنين تقريبا ل 12 سنه. من 12 من 13 وطالع هدول بصيروا دوام تالي. هكذا تتحول الطاقات الصغيرة إلى بصمات ورسوم وأشكال فنية تعكس صانعها بالرغم من الإمكانيات البسيطة. أحلام أطفال تملأ هذه القاعة الصغيرة، في كل يوم جديد تذوب ذكريات أليمة وتتشكل أخرى جميلة. من مركز نجدناو للدعم النفسي في مخيم شاتيلة، معتصم حميدو، تلفزيون المستقبل.